من المقرر أن يخوض التجربة غدا الجمعة في مجرى نهر النيل، والمغامرة هتبدأ في 8 صباحا، وهينطلق فؤاد بدراجته من نادي الاتحاد المصري للشراع بجزيرة المانيال حتى ممشى أهل مصر ونهاية جزيرة الزمالك، وقام حسام وفريق موتو كلوب بتعديل دراجته النارية هوندا سي ار اس موديل 2012 علشان تستطيع الطفو على المياه بتكلفة إجمالية وصلت ل 370 ألف جنيه. هيكون معانا دلوقتي لايف خاص واللقاء مع حسام فؤاد مؤسس رياضة الموتو كروس في مصر، وبنصبح عليه. صباح الفل عليك يا حسام. صباح الخير. صباح عليك يا حسام، ويمكن احنا تناولنا الخبر بشكل تفصيلي كده، ولكن عايزين منك تفاصيل اكتر طبعا. ايه هي رياضة الموتو كروس عشان السادة المشاهدين واللي شايفين حضرتك دلوقتي يكونوا عارفين الفكرة وعارفين المغامرة اللي هتكون بكرة بإذن الله؟ تحت امرك. رياضه الموتو كروس هي رياضه في اوروبا وامريكا من الثلاثينات، وليها اتحاد دولي بتعمل ليها اكتر من بطوله في العالم. واحنا برضو كنا في رياضه الاوف رودينج من زمان، من اول رالي الفراعنه. يمكن احنا يعني كنا زمان بنعمل الرياضه دي بشكل كويس جدا. في اخر 15 سنه الرياضه دي تقريبا قلت شويه في مصر، وما كانش موجود حاجه اسمها حلبه موتو كروس. الموتو كروس هي عباره عن سباق ما بين عدة موتوسيكلات اوف رود، كل مجموعة بتبقى نفس الكاتيجوري في السي سي او في قوة الموتوسيكل، وبيبتدوا مع بعض يخشوا في تراك بيبقى فيه اوبستكلز ورامب، وهو اكستريم سبورت. فدي ما كانتش موجودة في مصر لغاية 2015. الحمد لله لما قررنا تيم موتو كلاب يعني ياخد التجربة ديت ويفتح تراك موتو كروس في مصر في الجونة. طيب لو عايزين نروح معاك كده بقى لبداية الرياضة دي في مصر، جت امتى واستعديتوا ليها ازاي؟ في الحقيقة لو بنتكلم على رياضة الاوف رودينج او الموتوسيكلات الصحراوية فهي موجودة من زمان زي ما قلت لحضرتك، بس الموتو كروس يعني الحمد لله كان تيم موتو كلاب هو ليه السبق ان هو ينشئ اول تراك موتو كروس في مصر على مساحة 90,000 متر، وبيضم حلبتين. التراك معتمد من الاتحاد المصري لرياضة الدراجات، أقمنا عليه 5 سباقات طبعا، وكانت اون سبورت معانا من أول ولادة موتو كلاب في كل الإديشنز اللي حصلت. وكان كل إديشن العدد المتسابقين بيكبر، يعني احنا ابتدينا أول سباق خالص في 2015 كنا 8 متسابقين، في السباق بتاع إديشن 21 كنا 60 متسابق منهم 14 طفل، أصغر واحد فيهم راكب موتوسيكل كان عنده 5 سنين. فده يقول ان احنا ماشيين في اللاين، ان احنا فعلا بنبتدي ان جيل جديد يطلع يبقى مستواه احسن مننا احنا حتى. لما يبقى الاطفال ديت زي اسماء كتير مش عايز اقول حد عشان ما انساش حد تاني، لما يكونوا 16 او 17 سنه هيقدروا ينافسوا في بطولات دوليه ويقدروا يكسبوها كمان. احنا عندنا مستويات حلوه جدا في مصر. طيب حسام، يعني فرح كانت طبعا بتقدم الخبر وبتقول ان تم بعض التعديلات على الموتور بتاعك او الدراجه يعني باللغه العربيه الهوندا اللي موجوده طبعا دلوقتي، وان احنا بنتكلم معاك بتعرض بعض اللقطات ليها. التعديلات دي وصلت ل 370 الف، طبعا تكلفه كبيره جدا. عايز اعرف منك ايه التعديلات اللي تخلي موتوسيكل يبدا ان هو يكون قادر ان هو يمشي على سطح المياه زي ما احنا شايفين في الصوره، وطبعا وانت متواجد معانا تقول لنا بعض هذه التعديلات الفنيه والقصه بتكون ماشيه ازاي. هو في الحقيقه هي تكلفه التعديلات مش الرقم دوت، هو تكلفه البروجكت كله انكلود الموتوسيكل نفسه الرقم دوت، لان الموتوسيكل لوحده ب 12,000 يورو وبنقاد عليه الحاجات اللي احنا عملناها ديت. ايه الحاجات اللي احنا عملناها؟ يعني مش علميا لان انا مش دارس يعني فيزياء، بس هو احنا كنا بنفكر في تيم موتو كلاب الموتوسيكل يحصل فيه ايه علشان يمشي على الميه. فكان القوانين بتاعه الطفو لازم يكون في حاجه تطفو، فركبنا بورد، 2 بورد منفصلين رفعناهم بطريقه ما عن الارض عشان الموتوسيكل يقدر يمشي على الارض الاول بسرعته، لازم ياخد سرعه قبل ما ينزل الميه. والبورد ديت دورها ان هي تشيل الفايبر بورد ديت تشيل الموتوسيكل لما يكون فيه سرعه. ولو حضرتك شايف دلوقتي الباك ويل او العجله الخلفيه هي مصممه بطريقه ان هي تبقى قايمه بدور الرفاص اللي هو بيبقى في المركب. فحركه العجله اللي ورا هي بتدفع الميه لورا، فبتدفع الجسم كله لقدام. ف
فبالحاجتين الفكره البسيطه ديت اللي احنا حققنا قانون الطفو بالبورد وقانون الدفع بالعجله اللي ورا. بس بالتاكيد. طيب حسام بكره عندك تجربه يعني مش قويه. عايز اعظم الفكره قوي، هي يعني حاجه ماشيه مع لا بس عشان الناس تبقى متخيله احنا بنقول ايه، يعني ما يبقوش شايفيننا بنقول موتوسيكل هيمشي على الميه، لازم يفهموا القصه بس ما يبقاش الموضوع بالنسبه لهم غريب شويه. طيب حسام بكره عندك تجربه قويه ان شاء الله وتجربه طيب صعبه في نفس التوقيت علشان تدخل موسوعه جينيس، عايز اعرف بتستعد لها ازاي التجربه دي؟ ان شاء الله مرعوب. هو في الحقيقه انا جربنا كتير جدا وفي كل مره الحمد لله ما كانش عندنا اي مشاكل الا في مره واحده حصل مشكله في اول التجارب وتدركناها وعدلناها وطلعنا فلتر الهواء من بره علشان الفلتر كان مكانه تحت الموتوسيكل هنا فدايما فالموتوسيكل يبطل. فاحنا زي ما حضرتك شايفه كده، لو شايفه الموتوسيكل احنا عدلنا طلعنا فلتر الهواء بعيد خالص عن المكان اللي فيه المايه ومن ساعتها ما بيوقفش. ده معلش سؤال تاني عشان نسيت السؤال. بكره ان شاء الله بتستعد يا حسام لتجربه قويه جدا وتجربه صعبه عشان تدخل في موسوعه جينيس ان شاء الله. هتستعد للتفاصيل بقى بتاعت اليوم ازاي ومستعد نفسيا كمان ازاي؟ في الحقيقة هو احنا لو النهاردة اخر تجربة، لان احنا اول مرة نجرب في المياه العذبة او في نهر النيل، احنا طول الوقت كنا بنجرب في البحر. يعني برضو فيزيائيا البحر اصعب شوية لان البحر فيه موج كتير وعالي ودايما الهواء اجمد من النيل. النيل لحد كبير ما فيهوش موج، وطبعا بشكر وزارة الداخلية كمان لان هي ساعدتنا ان هي هتوقف لنا مجرى نهر النيل في الوقت اللي احنا هنعمل فيه الريكورد. جهزنا على المستوى اللوجيستكس كلها، سواء من الاتحاد المصري لرياضة الشراع، هو ساعدنا جدا في كل التجهيزات، ادانا المكان، وبشكر برضو الممشى أهل مصر والشركة اللي بتديره، يعني مش عارف اقدر اقول اسمها ولا لا، وهم ادونا الممشى بتاع أهل مصر بدون اي رسوم وساعدونا كمان في حاجات كتير. جهزنا اكيد المنزل الرامب اللي بينزل والرامب اللي بيطلع من هناك، لان مستوى الارض هنا اعلى من مستوى الميه، واتدربنا كتير في البحر قبل كده. المفروض ان احنا النهارده هنجرب اخر تجربه ان شاء الله، والتجهيز النفسي ان انا اقعد في اوضه لوحدي لغايه بكره. طب تقعد في اوضه لوحدك لغايه بكره؟ يعني مديتيشن او نقدر يعني مش حاجه ليها علاقه بعلميه، يعني لا هي انا يعني خلاص لما خلصت كل التاسكس اللي عندي فالواحد لازم يبقى قاعد ريلاكس من غير ريلاكسيشن تماما بقى كده، وتعمل مديتيشن مع نفسك استعدادا للحظه دي. طيب. دعواتكم يعني ودعواتكم التيم. طب حسام انت قلت جزء اهم كده، انا عايز قلت جزء اهم انا عايز اعرف وجهه نظرك فيه، لان انت بتقول المايه العذبه بتكون اصعب من البحر او المايه المالحه بحكم ان مفيش موج. ولكن خليني اسالك سؤال علمي في الناحيه دي، يعني معروف ان المايه المالحه دايما بتكون الكثافه فيها بحكم ان المايه المالحه، يعني حتى السباحين عندهم السباحه في المايه العذبه بتكون اصعب على عكس ما انت قلت، بحكم ان المايه المالحه بتشيل شويه من وزن جسمي، وانت عارف اكيد القصه دي، يعني مش عايز اخد فيها علميا قوي، ولكن هل ده ممكن ايضا ياثر في وزن الموتور على المايه العذبه بحيث ان المايه المالحه بيكون وزنه اخف شويه؟ علشان كده احنا بنجرب النهارده بنشوف ايه الفيلينج، عشان كده بنجرب بنشوف ايه الاحساس المختلف. بس انا من السيرش بتاعتي او من الاسئله لفريق الانقاذ في شرطه المسطحات، ناس فاهمين جدا هم بيعملوا ايه، هما يعني بشكل كبير عندهم خبرة أكتر مني، قالوا لي الفرق، في فرق فعلا، الفرق بسيط مش هيتحس خالص، عشان كده بنجرب النهاردة. أنا لو بتسألني أنا يعني على إحساسي اللي أنا ماشي بيه من أول البروجكت والحمد لله يعني مكمل معايا لغاية النهاردة، الكثافة بتاعت المية العذبة أتقل من المية المالحة، فده مش هيساعدها قوي في الطفو بالظبط، بس الكثافة ديت هتساعدها في الدفع، لأن لفة العجلة اللي ورا اللي هي بتقوم بدور الرفاص هتلاقي حاجة أتقل تزقها، فالاحتمالية اللي عندنا إن هي السرعة تزيد شوية عن الطبيعي من المياه المالحة عشان كثافة المياه، فالسرعة لما تزيد هتعوض فرق الطفو اللي هو أتقل دوت.
وطبعا في الاخر التجربه هي اللي هتقول لنا ان شاء الله اذا كانت اللي احنا بنفكر فيه ده صح او لا. طيب حسام، طبعا في النهايه عايزينك بقى تقول لنا مين التيم اللي هيكون معاك، كمان اسماء الاعضاء اللي معاك او اللي هيستعدوا معاك ان شاء الله في الانطلاقه دي، واللي تعبوا واللي عملوا مجهود كبير جدا، تقول لنا اسمائهم كمان سريعا قبل ما نختم معاك. في الحقيقه عشان اقول كده هناخد وقت كبير جدا، بس انا هقول يعني الناس اللي فعلا اشتغلت معايا وهم كانوا ناس كتير جدا، بس اهمهم طبعا امل، هي مديره موتو كلاب وهي بتساعدني من اول يوم في موتو كلاب، جيار محمد الجيار وهو ريسرز برضو وبيحب في الموتوسيكلات وبيسابق في الموتوسيكلات من زمان معانا، وهو بتعبته جدا في القصه اللي ليها علاقه بالكوميونيكيشن مع جينيس، لان هم يعني كومبليكيتد جدا في التفاصيل بتاعتهم دقيقه جدا، ولازم تراجعيها كويس وما ينفعش نعمل اي حاجه غلط، والديكومنتيشن لازم تكون زي ما هم قايلين بالظبط، علشان اي حاجه غلط بتعرضنا حتى لو عملنا الرقم وعدينا المسافه اللي احنا عايزينها وما حققناش كل الحاجات اللي هم طالبينها فالرقم بيترفض. فجيار بصراحه كان تعبان معايا في القصه دي من اولها، في سامح حوا من بدري شغال معايا على القصه، احمد فؤاد اخويا من اول يوم، ادم ابني كان بيشجعني جدا وبيساعدني وبيشتغل معايا، انا اكيد انا نسيت ناس كتير. طب حسام انتقل لجزئيه اخرى، ناس كتير انتقل لجزئيه اخرى معاك، واولهم اسف واولهم المتسابقين اللي او الناس اللي هي بتحب الموتو كروس هم كلهم ساعدوني بشكل ما، يعني اللي اداني التريلر بتاعه او الجرار بتاعه عشان الموتوسيكل من الغردقه لهنا، اللي ساعدني بكذا، اللي ساعدني بجي بي اس، اللي ساعدني، يعني هو انا لوحدي ما كنتش هقدر اعمل كده خالص. طيب عايز انتقل معاك لجزئيه اخيره، لان حديثك يعني اكيد خلى ناس كتيره جدا بتتفرج عليك او المشاهدين متحمسين للفكره، ممكن اي حد بيكون بيحب عامه سواقه الدراجات او السباقات او هذه النوعيه يبدا يبقى عنده شغف شويه بالقصه اللي انت بتقولها، فازاي اي حد حابب يشارك بعد كده يشارك، يتوجه فين، يروح فين، يعمل ايه، يتواصل مع مين، يا ريت تقول للساده المشاهدين. في الحقيقه هو في مدارس سواقه كتير في مصر للاوف رود، لو احنا بنتكلم على رياضه الدراجات الصحراويه فهي في مدارس كتير في مصر حصلت دلوقتي، في يعني في كابورالي تيم، في رايد ناو، في فرق كتير في الحقيقه، في مدارس كتير بتتعلم دلوقتي في القاهره وفي سقاره وفي الفيوم، وان شاء الله بس هو التراك الوحيد اللي في مصر او الحلبه الوحيده اللي في مصر هي حلبه موتو كلاب، واحنا كلنا كالكوميونتي بتاعت الموتو كروس تقريبا اللي بنينا حلبه موتو كلاب، ودلوقتي شغالين ان احنا نعمل اكتر من حلبه تاني، مش بس موتو كلاب هي اللي بتعمل دوت، احنا كل الناس ديت بتفكر مع بعضيها حتى في تنظيم الايفنتس وفي في الكومبيتيشنز، المتسابقين نفسها بتبقى لاخر لحظه بتعلق فلاجز، بتظبط الارض، بتبقى هما بيعملوا الحاجه ديت، هما عايزين يعملوا دوت، هما بيحبوا اللي هما بيعملوه بالتاكيد، فبيبنوا الكوميونتي او بيبنوا الرياضه في مصر. الحمد لله ماشيه بسرعه في اخر 3 سنين، ماشيه بسرعه، احنا بس عطلنا الفتره بتاعه البانديميك او الوباء اللي حصل، ومع ذلك كنا بنركب في الصحراء لان في الصحراء ما فيش وباء، يعني نصيحه من هنا اللي عايز يبعد عن اي فيروس يروح الصحراء. طب واللي حابين يتفرجوا بكره المواعيد ايه بالظبط، يعني اللي حابين يبداوا ان هم يتفرجوا على الحدث اللي انت متواجد فيه حاليا المواعيد ازاي، او يكونوا واقفين فين بالظبط، اهم نقطه من المشوار الطويل ده، يعني فرح عاله نواه 6000 متر يعني تقريبا 6 كيلو، يكونوا واقفين فين، البوينت الحلوه اللي بيكون فيها دايما اثاره يعني. في الحقيقه يتفرجوا على مصر من كل حته، هو في اي مكان في الدايركشن من الاتحاد المصري اللي في غرب جزيره المانيال شمالا لغايه ممشى اهل مصر قدام ابراج نايل سيتي، فكل الدايركشن دوت كل الناس اللي عايشه في القاهره تقدر تحضر من الستارت في الاتحاد، تقدر تحضر الفينش من ممشى اهل مصر، تقدر ديورينج دوت في كل كوبري في القاهره، سواء من كوبري اول كوبري الجامعه، كوبري قصر النيل، كوبري 6 اكتوبر، كوبري 15 مايو، على اعتبار ان شاء الله ان احنا هنكمل ان شاء الله يبقى ما فيش اي مشاكل، فكل دوت كل المسافه ديت وعلى ضفاف النيل يقدر يبقى قاعد بيستمتع بالقاهره الجميله والبرج والاوبرا وكل حاجه، وشايف حاجه جميله برضو بتحصل في نهر النيل، يعني في الجزئيه دي كلها في اي مكان على ضفاف النيل او في على الكباري او في الستارت او في الفينش يقدر يحضر.
الايفنت من غير تيكت، يعني هو فري سواء في الانت في الستارت او في الفينش، مفيش تيكت. وبرضه بشكر الاتحاد المصري وشركه كونسل لان هم قالوا احنا عايزين اودينس كتير تحضر الحدث، لان هو شايفين ان هو حدث فريد او يونيك، فهم قالوا لا احنا مش هنعمل تيكت. كان في فكره الاول ان يبقى في تيكت، فبعد كده لا مفيش تيكت. فاللي عايز يحضر البدايه او النهايه هتبقى البدايه في الاتحاد، النهايه في عند ممشى اهل مصر، وما بين المساحه دي كلها يستمتعوا بالقاهره والنيل. وطبعا الناس كلها هتكون موجوده. بعمل كده ليه؟ انا عايز اقول لحضرتك انا بعمل كده ليه كمان. الايه يا حسام؟ يا ريت يا ريت. انا يعني كنت بقول لحضرتك، يعني كان سؤال او اجابه من غير السؤال، انا بعمل كده ليه؟ بعمل كده اولا لان هو انا بحب الرياضه دي جدا جدا. كنت بركب موتوسيكلات من وانا صغير، ما اعرفش ان انا هشتغل في الكارير ده بعد كده. وابني بيركب موتوسيكلات وبيحبها، فانا بحاول ان انا جزء صغير احنا والناس اللي بتحب الرياضه ديت بمساعده الدوله، لان الدوله مش هتعمل الحاجات لوحدها. فاحنا بنجهز الايفنت او بنجهز السباق او بنجهز الحاجه، وبنروح لوزاره الشباب والرياضه بتساعدنا بكل. انا دلوقتي مش بجامل ومش بقول كلام للتلفزيون، انا بقول اللي بيحصل بالفعل. الناس ديت خلصت لنا تصاريح ببساطه خلتنا نقدر نمشي بموتوسيكل في الميه، فحضرتك متخيله كميه الشغل اللي هم اشتغلوه عشان يوصلونا لحاجه زي كده. طبعا. فبنساعد بعض عشان نعمل سبوت على الرياضه ديت في مصر، بنساعد بعض علشان نكبر الرياضه دي في مصر، ومن هنا كمان نقدر نستخدم الرياضه ديت ان احنا نعمل سبوت، لان في ناس بتيجي من جميع الدول، من جميع الدول فعليا، علشان تركب موتو كروس، الرياضه اللي هي بتلعبها في بلدها بس مش موجوده عندهم الصحراء بتاعتنا. صحيح. مش موجوده عندهم الجبال بتاعتنا، مش موجوده عندهم الشمس بتاعتنا، فهم عندهم الرياضه دي يمكن هم اكتر تجهيزات او اكتر امكانيات مننا، بس ما عندهمش الطبيعه اللي عندنا. وده دورنا جميعا. فلما بيعرفوا ان مصر بيربطوا هم دايما ما بين الصحراء وال، وده اللي بتعمله معايا برضو من غير مجامله. والكلام ده حضرتك تقدري ترجعي ليه، يعني اكيد اللي بتعمله بتساعدني عليه اون سبورت، كل تيم. صحيح. اون مش اون سبورت. وده دورنا جميعا طبعا كمؤسسات، واكيد من خلال شاشه المهندس قنوات البرت شفيق طول الوقت بيساعدني، ودايما بندعمكم ودايما واقفين وراكم، وبنتمنى لك كل التوفيق. طبعا حسام فؤاد مؤسس رياضه الموتو كروس في مصر، تحياتنا ليك ونورتنا، ويا رب التوفيق ليك بكره وتدخل موسوعه جانس. تحياتنا ليك وصباحك زي الفل. شكرا جدا. يا رب.